أستاذ خالد جلال، أين يذهب الموهوبون في مصر؟ بيروحوا فين؟ في أماكن كتير بتحتوي فكرة الشباب الموهوب دي، زي يعني زي عندنا مثلا في مركز الإبداع، زي مسرح الشباب، زي مسرح الغد، زي مسرح مركز الهناجر للفنون، زي مسابقات اللي بتعملها وزارة الشباب والرياضة بتاعت الإبداع اللي هي فيها من الجامعات كلها. احنا عاملين حاجة اسمها عندنا في صندوق التنمية الثقافية اسمها مواسم نجوم المسرح الجامعي. مواسم نجوم المسرح الجامعي دي انا يعني بداتها لما كنت ماسك صندوق التنميه الثقافيه، والحمد لله ان كل من يعني تولى هذا المنصب حاول انه يحافظ عليها حتى هذه اللحظه. هي مسابقه حره ما بين شباب الجامعات، مش الجامعات اللي بتقدم، الاولاد نفسهم اللي بيقدموا فيها، شريطه انه يكون ممارس للنشاط الفني جوه الجامعه. فاحنا كاننا بنسحب عينه من المسرح الجامعي نجيبها عندنا في صندوق التنميه الثقافيه، بنعمل لهم لجنه مشاهده كبيره للاعمال بتاعتهم اللي هي ليها مواصفات معينه في في عدد المشاركين ومده العرض، وبنختار 10 عروض سنويا بيدعمها صندوق التنميه الثقافيه، وبنجيب لهم لجنه تحكيم، وبتتقدم عروضهم في مركز الهناجر للفنون ومركز الابداع الفني. وفي النهايه وصلنا بقالنا سنتين ان العرض الفائز بمواسم نجوم المسرح الجامعي بيرشح انه يتعرض، مش بيرشح، بيبقى هو اللي بيتعرض في المهرجان القومي للمسرح المصري، يعني بيطلعوا الدرجه من اعلى درجات الاحتراف وهم لسه طلبه من في المسرح الجامعي، يعني بيتحط في لائحه المهرجان القومي انه العرض الفائز من مسابقه مواسم نجوم المسرح الجامعي اللي بتنظمها وزاره الثقافه عبر صندوق التنميه الثقافيه يشارك مباشره جوه المسابقه الرسميه. فقد ايه دلوقتي بقى ليها، كانت الاول برضو باديه في جامعه القاهره وحلوان وعين شمس، ثم بقت جامعه جنوب الوادي والسويس ويجوا من كل الاماكن ويقدموا في صندوق التنميه الثقافيه، وبعدين يتنافسوا جوه لجان المشاهده، ثم اللي هي العشرة اللي بيكسبوا بنتعمل لهم المهرجان ده. شيماء عبد العيد النورة، عصمت نشوى المهدي، ايان مجدي، مريم الشكري، سمر نغيري، دعاء صادق، رشا جابر، رباط ناجي، جهاد عربي، نور عبد الفتاح، جهاد انور. وسام حسين، مصطفى سامي، محمد مصطفى، اسماعيل جمال عبد الفتاح، محمد صور، عمرو كمال، أمير صلاح الدين، محمد فاروق.